أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يمنح تونس شريحة قرض بقيمة تقارب 472 مليون دينار لدعم التوازنات العامة للمالية العمومية. في انتظار عرضها على الأحزاب والمنظمات الوطنية، قراءة في أبرز ملامح الوثيقة المرجعية التي تقدمها حركة النهضة لتشكيل الحكومة القادمة. تونس في الريادة إفريقيا من حيث استخدام طائرات دون طيار في مجال تطوير القطاع الفلاحي. إذا نستهل النشرة بالشأن الاقتصادي، حيث منحت المفوضية الأوروبية اليوم تونس آخر دفعة من مجموع قرض إجمالي قيمته 150 مليون أورو لدعم توازنات المالية العمومية التونسية. المفوض الأوروبي قال إن الدفعة الجديدة تؤكد إرادة الكتلة الأوروبية المضية في تعاونها الوثيق مع تونس من أجل متابعة الإصلاحات الضرورية لتحفيز الاستثمار والتشغيل والنمو المندمج. شريحة القرض الجديدة التي تتجاوز 470 مليون دينار تشكل الدفعة الثالثة والأخيرة من البرنامج الثاني لدعم التوازنات العامة للمالية العمومية الذي أقر نهاية أبريل 17/2000. وباكتمال هذه الدفعات يرتفع حجم التمويلات الموقعة بعنوان البرنامج الأوروبي بين تونس والمفوضية الأوروبية إلى سقف 800 مليون يورو منذ إطلاقه في العام 15/2000. برامج المساعدات الأوروبية للتوازنات العامة للمالية العمومية كان مشروطا بجملة ضوابط أهمها إرساء حزمة واسعة من الإصلاحات لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة الجبائية ورفع أداء الإدارة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية. وهي ضوابط رأى مفوض الشؤون الأوروبية أن تونس التزمت بتنفيذها في المجمل، مع الأخذ بضرورة مواصلة إصلاحات وصفها بالعميقة والهيكلية لضمان مستقبل مزدهر يوازي بين المكاسب الديمقراطية والسياسية في تونس مع نظيرتها الاقتصادية. ومن شأن نجاح تونس في اختبار الالتزام في حده المقبول أن يدعم بقية برامج الشراكة التي تطرحها المفوضية الأوروبية ويعطيها ما يوصف بالموجات الإيجابية لصاحب القرار الاقتصادي الأوروبي لمزيد المضي في تعميقها. ويستدعي مشروع تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020 المقترح من الحكومة تعبئة موارد تتجاوز 11 مليون دينار. هذا المبلغ سيضطر تونس إلى التداين مجددا من السوق الداخلية ومن الأسواق الخارجية. خبراء في الاقتصاد أكدوا أن حجم التداين مرتفع وسيورط تونس في مديونية أكبر. تحتاج ميزانية 2020 المقترحة من الحكومة إلى تعبئة موارد تقدر ب 11248 مليون دينار، 2400 مليون دينار اقتراض من السوق الداخلية والبقية من الأسواق الدولية، وهو رقم يتساوى تقريبا مع حجم خدمة الدين. في ميزانية 2020 باش نخلصوا تقريبا 11.9 مليار دينار باش نتسلفوا 11.4، وبالتالي الميزانية لو كان ما كانش عندنا المديونية، الميزانية متوازنة ما بين مواردنا الذاتية وما بين الأجور وما بين الاستثمارات نتاعنا وما بين التحويلات الاجتماعية وما بين تمويل كذلك كل ما هو اجتماعي على مستوى الدعم وغيره. هذا تقريبا مش تبدا عندنا فكره. اذا باش نخلص 11.9 نتسلف 11.4، والبقيه النشاط العادي نتاعنا الاجور والاستثمار وكل ما يهم تمويل الميزانيه جاي من مواردنا الذاتيه. ويعتبر بعض الخبراء الاقتصاديين أن حجم التداين مرتفع جدا وسيعمق من وتيرته في ظل خروج جديد إلى الأسواق الدولية. الحجم هذا معناها متاع 11.9 معناها يعني من التداين الإضافي، أولا ساعة هو في حد ذاته ضخم وضخم جدا، لكن الأدى والأمر هو أنه الميزانية مشروع الميزانية متاع الدولة ما يحددش في جملته إلا النادر والقليل من أين سنأتي بهذه الأموال. وأنا أقول إذا كان أجبرنا للاتجاه لأكبر قسط من هذه الأموال، يعني أموال التداين الإضافية، إلى السوق المالية العالمية، هذا باش يزيد يدخلنا في دوامة مش لتطاق، ممكن ما عادش نجموا نخرجوا منها.
وفي ظل بعض التخوفات من التخفيض في نسبة الموارد المخصصة للتنمية، يقول وزير المالية رضا شلهوم إن تمويلات كل المشاريع التنموية متوفرة. أهم حاجة هو أن كل المشاريع التنموية متاعنا تمويلاتها متوفرة، يعني كل إذا كان عندنا طريق السيارة اللي باش تلقوا فيه تونس جلمة التمويل موجود، كل المشاريع بالنسبة للمستشفيات متعددة الاختصاصات سيدي بوزيد قفصة القروان هذيك عندها تمويلات سواء في شكل هبات أو في شكل قروض، كل الاستثمارات في القطاع الفلاحي كذلك التمويلات موجودة. الديون يلزمك تنقص من نفقات أخرى، وشنو تنجم من النفقات الأخرى باش تنقصها؟ الأجور ما تنجمش تمسها، الدعم ما هكاك وبرا وكذا باش تولي ممكن تنقص في الميزانية نتاع يعني التجهيز يعني ميزانية التنمية، ويا خيبة المسعى إذا كان ننزلقوا في التيار هذا. ووفق وزير المالية فإن تونس بدأت نقاشات متقدمة مع البنك الدولي والجانبين الياباني والأوروبي لتمويل ميزانية الدولة بالإضافة إلى التمويلات المتبقية من صندوق النقد الدولي، وتعول تونس في خروجها الجديد للأسواق الدولية على بعض المؤشرات الإيجابية كترتيبها الجديد في تقرير دوينج بيزنس وخروجها من القائمة الرمادية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتمتع بنسب فائدة معقولة. قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأربعاء جملة من التعيينات ضمن فريق ديوان رئيس الجمهورية، وأفاد بلاغ إعلامي للرئاسة تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن التعيينات كانت على النحو الآتي: طارق بالطيب مكلف بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة حسب القانون، عبد الرؤوف بالطيب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية، محمد صلاح الحامدي مستشار للأمن القومي، رشيدة النيفر مستشارة لشؤون الإعلام والاتصال، نادية عكيشة مستشارة للشؤون القانونية، طارق الحناشي مدير المراسم. وأكد البلاغ أنه تم اختيار أعضاء الديوان الرئاسي وفق معايير الكفاءة والمهنية للحفاظ على حيادية مؤسسة رئاسة الجمهورية، وتوضيحا لنقطة تكليف طارق بالطيب سفير تونس لدى إيران بتسيير ديوان رئيس الجمهورية لفترة محددة، أفاد المصدر بأن التنصيص على الفترة ينسجم مع ما يقتضيه النظام الأساسي لوزارة الشؤون الخارجية الذي يسمح باستدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية التونسية بالخارج لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمهمات معينة. وثيقة تعاقد من أجل حكومة سياسية ائتلافية أطلقتها حركة النهضة خلال مشاوراتها الرسمية لتشكيل الحكومة الجديدة، وثيقة تقدم برنامج عمل الفترة القادمة ستسمح وفق الحركة بتوفير العناصر الضرورية لاختيار التركيبة الحكومية. ضمانا لتشكيل حكومة سياسية ائتلافية بأكبر حزام سياسي ممكن، كانت الانطلاقة الفعلية لمشاورات حركة النهضة عبر تقديم وثيقة تعاقد لتكوين الحكومة الجديدة، تتضمن برنامجا يتكون من 5 محاور أساسية، برنامج يمكن إدخال بعض الإضافات حول محتواه لتتحول وفق قيادات النهضة إلى وثيقة حكم تلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه خلال الفترة القادمة. وثيقة هي المستوحاة من البرنامج الانتخابي للحركة، ولكنها أيضا فيها استماع كبير للمواطنين التوانسة اللي زرناهم واللي تجولنا وسمعنا الآراء متاعهم في الحملة الانتخابية. هذه الوثيقة باش نسميها وثيقة للتعاقد القادم للائتلاف الحكومي، ستعرض على الأطراف السياسية التي سنتفاوض معها لتشكيل الحكومة القادمة، وهذه الوثيقة فيها 5 محاور كبرى، فيها جملة من الإجراءات تصل إلى 50 إجراء. هذا البرنامج بطبيعة الحال هو ماهوش برنامج نهائي، باش يكون مفتوح على الأحزاب السياسية أخذا وعطاء حثا وإضافة، واللي باش يدخل الحكومة الائتلاف بطبيعة الحال باش يصادق على هذا البرنامج. محاور أساسية طرحتها الوثيقة، أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أنه سيتم اعتمادها من قبل حكومة مقاومة للفساد، وتتمثل هذه المحاور في مكافحة الفساد وتعزيز الأمن ودعم الحوكمة الرشيدة، مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل، دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، استكمال وضع المؤسسات الدستورية وتركيز الحكم المحلي، تطوير ودعم قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية.
المرحلة الثانية من النقاش مع الأطراف السياسية باش يكون حول هيكلة هذه الحكومة، كيف نرى هذه الحكومة في هيكلتها، في وزاراتها، في دمج ربما بعض الوزارات، في الحديث في مرحلة ثالثة وأخيرة باش يكون حول الأشخاص. ونحن بالنسبة لنا في حركة النهضة عندنا ضوابط فيما يتعلق بالوزراء القادمين. الضابط الأولاني اللي هو الكفاءة، هذه حكومة مقاومة للفساد، ينبغي أن تكون الحكومة هذه أشخاصها ووزرائها وكتاب دولتها فهم نظافة اليد والنزاهة. وبخصوص تناول هذه الوثيقة لمسألة منصب رئيس الحكومة، بيّنت حركة النهضة أن هذا الموقع محسوم بالدستور لها. الرئيس الحكومة سيكون من النهضة، وهذا خيار خذيناه نحن في مجلس الشورى الأخير، وسنتشاور مع الأطراف السياسية على ضوء هذا الخيار. نحب ننهيه مع المرحلة اللي ما يبداش فيها وضوح في من يتحمل مسؤولية. النهضة ستتحمل مسؤوليتها كاملة أمام جماهير شعبها وأمام الشعب اللي اختارها الأولى في الانتخابات. وكان حزب التيار الديمقراطي أول الأطراف التي تسلمت هذه الوثيقة لدراستها بعد لقاء جمع رئيس الحركة راشد الغنوشي بأمين عام التيار محمد عبو، في انتظار استكمال المشاورات مع باقي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. قراءات عديدة رافقت مبادرة حركة النهضة التي جاءت في شكل وثيقة مرجعية ملزمة للأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، بين من يرى في المقترح سبيلا لتجميع القوى السياسية حول برنامج واضح ومتكامل، وبين من يشكك في جدواها لاعتبارات تحدد طبيعة المناخ السياسي الحالي في تونس. وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية تقدمها حركة النهضة كخيار لتجميع القوى السياسية المعنية بتشكيل الحكومة المقبلة على أساس برنامج تصفه الحركة بالمتكامل، وتقول إنه يقوم على قواعد وأولويات هدفها تصحيح مسار البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة وفق نهج تشاركي في الحكم. خطوة ذكية من حركة النهضة، تريد أن تظهر أنها الحزب الأكثر جاهزية للحكم. ثانيا، هي في مواجهة شركائها المحتملين للحكم وأمام رفع سقف مطالبهم تواجههم بوثيقة. ثلاثة، حركة النهضة حكمت منذ 2011 ضمن منطقة التوافق، هذه المرة تتحدث عن الشراكة. نحن ألفنا الانطلاق من خطط ومن استراتيجيات ومن برمجيات ومن تصورات، وسرعان ما هذه التصورات تنتهي في التطبيق إلى العدم. حركة النهضة المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان والمطالبة بتشكيل الحكومة تقترح هذه الوثيقة الحاملة لمعالم توجهاتها السياسية العامة، تؤكد أن إمكانيات التعديل واردة خلال مراحل التشاور. منهجية العمل كان بالإمكان أن تكون مختلفة، ربما تقديم برنامج حركة النهضة الذي وقع على أساسه انتخابها وبطبيعة الحال البحث عن المشترك مع بقية شركائها. هنا يمكن أن نتحدث عن الحد الأدنى المشترك الذي يمكن أن يحكم به الجميع تونس. أما أن نفرض على شركائنا وثيقة أولية ونزعم أننا منفتحون على الحوار، فيصبح هذا ضربا ربما من التلفيق، وربما يسقطنا في الترضيات وغيرها من الصفقات. وفي انتظار كشف حركة النهضة لتفاصيل هذه الوثيقة، يرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح ضرورة تضمينها لجزاءات سياسية لكل من يتراجع عن تنفيذ ما جاء فيها. هل سيرد في تفاصيل الوثيقة الذي لم نطلع عليها جزاءات في حالة عدم التنفيذ أو في حالة عدم استكمال هذه الخطط أو هذه المحاور، في حال الفشل في منصب الحاكم أو في صف المعارضة؟ نقاشات وحسابات، توافقات واختلافات تحكم تصريحات هذا الحزب أو ذاك في المرحلة الراهنة، في انتظار تحديد موقعها في المشهد السياسي الجديد. كل شيء جائز. نحن في 2014 تحدثنا عن خطين متوازيين التقيا في نهاية المطاف. أنا في تقديري أن الخطوط المتوازية هذه المرة احتمال كبير لالتقائها، وما سمعناه من تصريحات لقادة الأحزاب السياسية بعد لقاء رئيس الجمهورية مثلا، أو حتى من خلال اللقاءات الثنائية بين حركة النهضة والأحزاب التونسية، تقريبا هناك نوع من التفاؤل والتفاعل الإيجابي فيما بينها. أن يختار الطرف السياسي موقع المعارضة فلا يجب أن يكون ذلك مدعاة إلى التشكيك في وطنيته أو التشكيك في صدقه أو التشكيك في نزاهته أو رميه بأي رمي سياسي بأي توصيف سياسي سلبي.
مشهد سياسي جديد آخذ في التشكل قد تتبين معالمه الأولى وفق ما ستفرزه مواقف الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية من المبادرة التي تقدمها النهضة. فهل تكون وثيقة التعاقد لحكومة ائتلافية أداة للتجميع أم أنها ستثير جدلا يدخلها في نفق مسدود؟ نتائج المشروع النموذجي المتعلق باستعمال الطائرات دون طيار في المجال الفلاحي كان اليوم موضوع ملتقى بالعاصمة. توج اتفاقية التعاون المبرمة السنة الماضية بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية وبدعم مالي من كوريا الجنوبية، مشروع أول في تونس ساهم في تكوين كفاءات تونسية قادرة على استخدام هذه التقنية المتطورة. توج التعاون التونسي الكوري والإفريقي بعد سنة ونيف من العمل على تطبيق الاتفاقية المتعلقة بإرساء مشروع نموذجي لتكوين كفاءات تونسية قادرة على استخدام الطائرات دون طيار والتحكم فيها من أجل تطوير القطاع الفلاحي. مشروع نموذجي أشرف عليه البنك الإفريقي للتنمية وموله صندوق التعاون الاقتصادي لكوريا الجنوبية. كون 38 سائق درون وأربعة مكونين. المرحلة الجاية وهذه كانت بعد زيارة السيد رئيس وزراء كوريا لتونس في شهر ديسمبر، زار مركز التكوين متاعنا وأعجب بالشيء اللي عملناه في المرحلة الأولى، فتعهدت لنا كوريا بهيبة ثانية بعشر مليون دولار لإنجاز مركز تكوين إقليمي في تونس. استعمالات الطائرة دون طيار متعددة في المجال الفلاحي بغاية ضمان التصرف الرشيد في هذا القطاع وتطويره. يجب يعطيك كل المعطيات على الأرض متاعك، معناتها كل المعطيات فيما يخص الأمراض، فيما يخص معناتها الصحية، حالة الصحية متاع الجروند كولتور، متاع الزيتين، متاع التفاح، الخوخ، كل شيء، اللي هو كله بازي على كاميرا ملتي سبكترال. الكاميرا هي الوحيدة الموجودة في تونس عن وزارة الفلاحة. ووفق خبراء في البنك الإفريقي للتنمية فإن هذه التجربة التونسية في استخدام الطائرة دون طيار سيتم نقلها إلى عدد من البلدان الإفريقية للاستفادة منها. اللي هي تجربة ناجحة تدل على الشراكة المتميزة ما بين الكوريين والجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية، وتجربة الطيارات الآليات سوف تمكن من رفع المردودية الفلاحية، ونحن بصدد الاستفادة من الدروس والتطبيقات الجيدة التي سوف نمكن من تصديرها إلى الدول الإفريقية لكي تستفيد. البنك الإفريقي للتنمية عملته في تونس بشراكة مع وزارة الفلاحة والحكومة بصفة عامة والكوريين من أجل نقله إلى بلدان أخرى في أفريقيا. وصلتنا طلبات من عدة بلدان أفريقيا، وصلتنا من السنغال، من نيجيريا، من الكونغو الديمقراطي، من سيراليون، من بوروندي، كلهم سمعوا على هذا المشروع وكلموا البنك الأفريقي التنمية لمساعدتهم لنقل هذا المشروع إلى بلدانهم. وترن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إلى تطوير هذا المشروع الرائد عبر تكوين ما يقارب 400 طيار في أفق 22 و2000. إلى مستجدات الوضع في لبنان، حيث عادت الحياة في البلاد إلى نسقها الطبيعي بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري. بعد أسبوعين من انطلاق الاحتجاجات، عديد المحللين قدروا أن استقالة الحريري أدخلت لبنان في حالة فراغ سياسي تتزامن مع أزمة اقتصادية حادة تعيشها البلاد. بعد سلسلة من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي دامت أسبوعين في مختلف مناطق البلاد اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان والتدهور الذي أصاب الخدمة الاجتماعية والصحية، عادت الحياة إلى طبيعتها بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري أمس وحكومته الائتلافية والتي مثلت أحد مطالب المتظاهرين. وقد عادت الحركة في العاصمة اللبنانية بيروت إلى طبيعتها الاعتيادية بعد فتح كافة الطرق التي كانت مغلقة بالسيارات والحواجز وخيام الاعتصام، وسد الهدوء ساحتي الشهداء ورياض الصلح بوسط العاصمة مع بقاء مظاهر الاحتجاج المتماثلة في خيام الاعتصام في الساحتين. وقد أخلى المتظاهرون جسر فؤاد شهاب الحيوي الذي يربط بيروت بعدد من الأحياء من خلال طريق دولي سريع تلبية لرغبة الجيش اللبناني الذي أكد أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب القانون وينطبق على الساحات العامة فقط.
وأمام عودة استقرار الوضع في لبنان، يرى مسؤولون اللبنانيون أن استقالة الحريري تركت لبنان في حالة فراغ سياسي في وقت أزمة حادة وإصلاحات مطلوب تنفيذها على نحو عاجل لتجنب مشاكل مالية أعمق في دولة مثقلة بمستويات دين من بين الأعلى على مستوى العالم، إضافة للاعتبار أنه لا وجود لبديل واضح للحريري يشغل منصب رئيس الوزراء المخصص للمسلمين السنة بموجب نظام المحاسسة المتبع لاقتسام السلطة في لبنان، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الحكومة الجديدة يجب أن تكون خالية من مجموعة من الساسة الذين شملتهم الحكومة المستقلة، وأن تضم الحكومة اللبنانية الجديدة تكنوقراطا قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة سريعا لتجنب انهيار اقتصادي. نختم بالرياضة، حيث توقفت مسيرة الاتحاد الرياضي المنستيري في البطولة العربية للأندية البطلة المقامة بمدينة سلا المغربية. توقفت عدة دور نصف النهائي إثر هزيمته اليوم أمام نادي الاتحاد الإسكندرية المصري بنتيجة 86 نقطة مقابل 79. يواصل الفريق المصري حملة الدفاع عن لقبه بنجاح. بهذا الخبر الرياضي نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. الاتحاد الأوروبي يمنح تونس شريحة قرض بقيمة تقارب 472 مليون دينار لدعم التوازنات العامة للمالية العمومية. في انتظار عرضها على الأحزاب والمنظمات الوطنية، قراءة في أبرز ملامح الوثيقة المرجعية التي تقدمها حركة النهضة لتشكيل الحكومة القادمة. تونس في الريادة إفريقيا من حيث استخدام طائرات دون طيار في مجال تطوير القطاع الفلاحي. إذن يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. في الختام لكم مني أجمل تحية وإلى اللقاء.